تعالوا بقى من الزمالك نروح للأهلي. يمكن خلال الأيام الماضية طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إجراء تغيير جديد في الجهاز الطبي للفريق خلال الفترة المقبلة، وكمان خلال جلسته مع لجنة تخطيط الكرة مؤخرا أكد على ضرورة إجراء تغيير جديد في الجهاز الطبي بالنادي الأهلي في ظل طبعا الإصابات العضلية اللي بتحصل للعيبة خلال الفترة الماضية. لجنة التخطيط بقى قررت تأجيل مناقشة ملف تغيير الجهاز الطبي حتى انتهاء المشاركة في بطولة كأس العالم، وكمان أوضحت أعضاء اللجنة إلى أن كولر في الفترة الحالية مش بتسمح خالص بإجراء أي تغييرات، وفي ظل بقى ضغط المباريات والتزام كمان الفريق بخوض أكتر من مباراة في الفترة الجاية. كلف كمان مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي والمسؤول عن اللجنة الطبية في النادي بالبحث عن طبيب جديد بيتولى مهمة قيادة الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.